زي ما سيادتك تفضلت، الموضوع بيعود إلى سنوات ماضية. هيئة المواد النووية كانت اكتشفت عن طريق الطائرة الاستكشافية ليها أماكن تواجدات الرمال السوداء بطول 400 كيلو متر على الساحل الشمالي. ثم تبع ذلك بدأت دراسات حقلية ومعملية لتأكيد هذه الاستكشافات، إلى أن وصلنا أن عملنا دراسة جدوى بالتعاون مع شركة روش مايننج. ولكن يظل ذلك يا فندم أوراق ودراسات حبيسة الأدراج. كنا محتاجين لإرادة سياسية قوية لإسقاط هذه الدراسات على أرض الواقع. الحقيقة أني كانت في جملة أنا يمكن حذفتها من كنت بقول تلاطمها الأمواج وتعبث بها أيادي العابثين، لأن هي كانت ثروة مهدرة للأسف، مع أن فيها مواد إشعاعية لكن كان بيستخدمها الأهالي في بناء وغير ذلك. فهي كانت بكل المقاييس ما بين أمواج البحر وما بين أيادي العابثين، فكانت ثروة مهدرة تماماً، كانت تحتاج فقط الدراسات قائمة، الدراسات موجودة، على فترات بنروح ونيجي نقدم ورق ونعود للخلف مرة أخرى سنوات طويلة وعقود طويلة بتستنزف هذه الدراسات وبتستنزف هذه القيمة اللي الشعب محتاجها والمواطن المصري محتاجها عبر أجيال يا فندم طويلة تستفيد من هذه الرمال بإذن الله والعائد الاقتصادي ليها. بدأنا حضرتك أو سيادتك في 2014 نتقدم بهذه الدراسة مرة أخرى، وكان سيادتك أنا أفتكر مقولة هامة جدا لسيادتك: هل هذا الكيان من الممكن أن يكون كيان وطني؟ وكان بيحمله معالي الوزير الدكتور شاكر لسيادتك، فهل كان دايما سؤال سيادتك هل ممكن هذا الكيان يبقى كيان خاص بمصر وكيان وطني؟ وكانت الإجابة الحمد لله في وجود كيان قوي القوات المسلحة أن تدعم وتنجح هذا المشروع. وبالفعل سيادتك أطلقت إشارة البدء بإنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء. ظل التعاون وثيق بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية، وكل لبنة بتوضع كنا مش مصدقين. يعني أنا يعني شرفت إن أنا وأنا معيد في أول تعييني كنت في البرولوس على الرمال السوداء، وبقيت أنظر لهذا الكنز، هل هيجي يوم وهل هتيجي رؤية سياسية وقيادة سياسية تحقق لنا هذا الإنجاز زي ما تحقق الحمد لله في الضبعة. يعني أنا دايما بقول المشروعين دول إرادة سياسية بحتة وإرادة سياسية قوية ونية صادقة لخدمة مصر. الحمد لله الكيان على مدار الدعم اللي احنا لقيناه من سيادتك الفترة اللي فاتت أصبح الحلم، زي ما السادة الزملاء قالوا الحلم أصبح حقيقة. في معاناة كتير، في توفير موارد مالية كتير جدا تحملتها الحكومة في وقت صعب جدا، كل ده، لكن بنوعد سيادتك ان مزيد من استدامة احتياطيات هذا الخام اللي احنا نقدر نقدمه لسيادتك، ان احنا بإذن الله والضمن ربنا طبعا ان احنا نعمل على تكثيف الاستكشافات لضمان استدامة هذه الخامات، بحيث احنا قلنا 200 سنة، لا ده ان شاء الله عندي يقين تام بفضل ربنا ان سنتعدى هذه السنوات الـ200 سنة من عمر أجيال وأجيال، لأن البلد دي محفوظة من ربنا. ويعني وأقولها تاني على إيد سيادتك، في إشارات خير كتير جدا بنقابلها حتى في حياتنا، في حياتنا العلمية والشخصية. فأنا مهما قلت مش هقدر أشكر سيادتك على ملف التعدين المصري عموما بصفة عامة، لأن سيادتك اهتمام غير مسبوق. وإذا أدير بهذه الكيفية ملف التعدين المصري قد يصبح قاطرة تنمية حقيقية لبلدنا العزيز يا فندم.